ايوه، هاي كيف حالك؟ شو كيفكم؟ الاخبار؟ منيحة، مثل الحال. انت كيف؟ زمان عنك. ولا زمان عني كنت؟ هاي شري يلا هان شري هان. هاي الما تعرفي شغله، بدي احكي لك شغله. شو تعرفي مين احسن واحد في التيك توك؟ واحدة حبيبتي. ايه، واحدة. مين؟ سالي العوضي. يا الله سهل، يا الله يسهل، يا الله يسهل. بتجنن، بتجيب بني ادم يعني فات ملاك 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 ملاك. سالي بدنا تطلعي في جوانح. يا سالي، سالي في جوانح من ورا، نحن مش ايش عينه. يعني شايفه ما شاء الله وجهها، ما شاء الله، بسم الله ربنا، يعني ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا سالي سالي سالي، انا لا رجال ولا نسوان بتغزل فيني يا سالي. لا رجال ولا صحي لهم حبيبتي، اصلا بتشحن الضغط فيكي، ما انت عارف حالك. مين سفلى مين؟ هم نجيب رابع. يلا نجيب رابع، هات نجيب رابع. تمام هيك سالي؟ تمام. هنا الفقير جد على الصدام. هنا هلا والله. هلا هلا، شلونكم؟ تمام بالله. شو اخباركم؟ تمام. شو الاخبار معك؟ يا نسوان مع حبايبي. جايزتك نصكم. جولتين بنات. جولة. جايزتك نصكم يا عمي. بيستك نص مع بعض. شابتك بيس. يا رب تلبس. كل واحد يكبس كبستين ويجي حيده. كل واحد يكبس كبستين عنده بيسك. بيسك 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 بيسك. هناء. تدرون جاي شو؟ قسما بالله العظيم. الله يسعدك يا عمر. تالي؟ تمام. معك قفاز صح؟ السفير. سيد عقب طيبة القلب. بنيت عملوا الميوت. يلا. اسمع احكي لك اشي، اسمع. لازم نتحد مع بعض هلا. فكي معي. احنا متحدين مع بعض، احنا ضد بعض، انت غبية؟ يعني نسكي من المشاكل حبيبتي. لا انا وياكي مع بعض، لو تغوشنا عادي ايزي. اوكي. لازم نتحد على الدبل. على الدبل؟ ماشي اركني عشان مش قادرة افرط في القفاز لعندي. بس حد بيشيل القفازات. جايز الدبل يا تبيس. جايز الدبل تبيس. تبيس لازم يكون اعلى من ايش؟ شلون؟ جايز. اسمعوا ركزوا معي. وردة عندي وبردة عند شريهان. بسرعة. والله بدي اقدر. اذا بدك ورد عندي، ورد عند شريهان. نقدر يا ربع. ورد بتقدر. اسرع. ورد بنحكي 51 ورده، تخيلوا انت. نضل نحكي ورد. ربع البرمي عندي ينزل يرمي عنده، والبرمي عندي سالي يطلع يرمي عنده. شلون منها؟ ممكن لا انتوا حسكوا. جايز زتتوا عندي ورده، انزلوا عند شريهان زتوا ورده. شفتوا مأسهلها؟ بس ورده واحده من كل حد ورده. سريع والله بتقدروا. احنا 1300 جايز، والله سهلات جايز. بنت سوريا زت قفازك، رح نفرط فيه. معلش ارمي قفازك انت، بس بتخليني يطلع وينزل. ليه بتغلبي فيهن؟ خلص بنت سوريا زت قفاز. بنت سوريا بتجمد بالقفافيز. اذا بتحس القفاز دي خلفه قفافيز عندي. هو هلا بس قفاز واحد طلعناه. دايس على القفاز. طيب اي اشي على القفاز يا ربع، اي اشي على القفاز عندي وعند سالي يا ربع. اي جوله ما تروح. خلص زتنا زتنا. قفاز 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 قفاز. قاعد على القفاز اخو الملكي. كفو كفو اصدقائنا جايز، رح نخسر اذا ما شدينا القفاز. وايت ميلون جوكر. رحب شباب. قفاز 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 قفاز. رحب وايت ميلون. حيك ربع. القفاز ما يروح، القفاز ما يروح. رحب وايت ميلون. حيك حيك تمام. ارحب. سلام بين فلوس وشنطه. وايت ميلون حيك والله. اخو الملكي كفو. دير بالكم يا شمال، ما اتوقع في شخص. ما عندنا قفاز صح؟ عندك شريهان قفاز؟ من اول ما كنت تشتري. انت معي اول اشي وانا كمان. شباب شيروا ما تقلقوا، راح ارمي حوت اخر. والله يا بوران ما يصير، ما تغلب حالك. دير بالكم لانه احتمال كبير انه نتجحفل. لا عليك خليه في ام الكومنت. انا حلفتك امنتك. شباب شيروا تكبيس.
برقصة سامبا برازيلي واسمر برقصة سامبا. جايز اخر اسمعوا دير بالكم ركزوا تكويسكم لازم تشدوا معي هاي الجولة انا متأكدة انه في جحفلة لانه متأكدة لا تخلونا نروح جولة تانية خلونا نخلص مع بعض دير بالكم تشحفلة وحشاني انت وحشيني والله يا رب شيروا بجيب غيرك الربع نشد مع سالي انا رح يجي حفله هنا رح يجي حفله خالص جايز اخر دقيقه جاهزين انا بدي اتنفس بدون شريان اسمعي شايف عاد مصدف ترفعي زي هيك اخر 30 ثانيه اخر 20 ثانيه بنرفعه اوكي عمل هيك بس هيك كم ما عندك قفاز انت اه جايز اذا عندنا قفاز زتو اخر 20 ثانيه بتحسها لو هي تتوقف قفاز يعني ما بتعلقها اذا عندك قفاز ارموه يعني مش ساخي تحكي ارموه طب خلص يرموه بدك تستفيدي منه بدري نيتي خالصه واو خواتي فاطمه بتساعدني اني اناوله قبضه واو شاب فاطمه بيننا وبيحبك اني صفقه جايز اكيد رح يجح له مش يمكن اسكندراني اذا عندكم قفاز زتو اذا عندكم لك ذهيل ارحب ارحب يا ذهيل شباب زتو 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 ولك زتو ما في بيعمل رح يجح له ما في ستة عشر يا ربع فيش كفاية رح يجحسن يلا اعمل هيك يلا تعدينك كفو يسعدينك والله وايت ميلون اخو الملك ليه انا مخين بحس حالي بالبط السوداء على حفاز ولا مترقه ولا واكل ولا اشي ليه سام اوكي يلا جايز نشوفكم على خير باي 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 شفتي؟ جايبتي لي 51 وردة كاين تلعب جولة رسمية هي؟ مين؟ اللي جايبتي لي اياها عندها 51 وردة وين كاين تلعب جولة رسمية؟ يا اختي هي مش خاص هي مخصش بعرفش ليش يعني ما فهمت ليش عن جد 51 وردة تفشي يعني 51 وردة؟ شو؟ يعني 51 وردة كتير والله يعني هاي يعني رامينا 5-6 ملايين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وجاي نلعب معها طب بلكي بنزل مليون على راسنا احنا انا وياكي شو نجي نصفهم بس ونكمل نرقص منيح انه نفرش الجوله دعمها شكله راح ياكل او راح شو اسمه يطلع يشتري شيء منيح انه فدنا بجوله كول صح صح شو اسمعي نعمل لفه ونرجع طب روح انا هيك اصلا بدي اروح افوت عشوائي شوي الم كفافيز لانك انت عشوائي؟ بدي اروح الم كفافيز انا لما ابعث لك بعد شوي بتقبريني على طول ماشي ابعثي لي رساله قبل ببعث لك ناس وببعث لك يلا ماشي على طول بتكوني في قصد بتنزلي هيا نبهتك وحياتك من شان لا تشوفي اذا ما بتنزلي يلا بدي احكي لكم اشي انا نزلت عشان بدي احكي اشي انا نزلت من الجوله عشان بدي احكي اشي ضروري تمام شبيهان اللي البنت تكون طلع معها هاي البنت يمكن عن جد يعني من ألطف الناس اللي عرفتهم في البرنامج حرفيا من ألطف الناس اللي عرفتهم في البرنامج فأنا بدي أحكي لكم يعني انه لما اكون مثلا انا مسكره لايف اكون انا والله مثلا رحت ارستيت رحت هيك بدي اطلب منكم طلب يعني بتمنى انكم عن جد يعني تكونوا معي في هذا الطلب انه لما اسكر لايف او شيء روحوا عند شريهان كونوا معها دائما كونوا موجودين معها لان هاي البنت معي انا كثير بحبها والله دائما كونوا معها لما اسكر لايف روحوا عندها اعتبروا بيتكم الثالث حج بيتكم الثالث هاي انا اول مره بطلب منكم اصلا هيك طلب في حياتي فكونوا دائما معها لما اكون مسكره احكوا لها انه اجينا عندك بيتنا الثالث سموها بيتكم الثالث يعني بعد اذنكم لان شريهان هاي لها مكانه خاصه بقلبي والله كثير بحبها
يا ربي مستحيل اني هيك بحب حدا هالقد في البرنامج يعني no way. يا عمري انت والله شكرا ابوسكم عسل سعيدهم الامر anyway. مع مين بدكم تطلعوا؟ شو رأيكم تطلعوا مع حج؟ وين ينال؟ من زمان عن ينال وأبو الوفا كمان. شيروا اللعب شيروا اللعب شيروا اللعب شيروا اللعب انتم. الله هم مش طبيعيين ناحية أمي. مش طبيعيين أنتم. حلو كثير بلشنا. قلتم قلتم. المهم مش هالكم أنتم. يعني هون 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 هيك وهيك هيك وهيك كذا وكذا مزه وكذا كذا ومزه anyway. خلاص ولا اشي ولا اشي. المهم شيروا اللايف. حاسة شعري مش ضابط صح؟ مش ابو الوفا اقول ابو الوفا بعت لنا. ايش اللي لا جايز عن جد انك ترى والله يا هلا بنرفز. لما احكوا احكوا لأبو الوفا يبعت لي احكوا لأبو الوفا يبعت لي. احكوا لأبو الوفا يبعت لي اطلبوه. بلنا بحياة امكم انتم بلنا تعال نشوف ابو الوفا قد ايه بده وقت. يزن شكرا يزن حكيتوا له سالي ابو الوفا جايز احكوا له سالي. يلا يا اختي ابو الوفا عمل فقرة اسئلة مع حبيبته. جايز انا مالي خلاص خلاص يعني خلاص
ما انا فاهمة بس يعني شوي شوي ريلاكس جايز اوكي. تحمستوا اوبر بالله. طب اوكي خلي تقول ينفع. يلا مع مين بدكم تطلعوا؟ مع مين 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 نطلع مع ويكو؟ هاد أبو الوفا شكله مطول. على شكلها طول. طول قبل الوفاة. هلزم الصمت وحط مكياج. ترى في ناس كتير من اللي بنلعب معهم بطلت اشوفهم. اسكندراني برازيلي واسمر براسه زومبا هي هي هو. ولكم بحياة الله ما في حدا بحكي لكم. فكروني يعني بتخوت، فكروني بتخوت. انت شريهان طلعت جولة، والله شريهان طلعت جولة. وين رحتي؟ معلق وين رحتي؟ لفيت لفيت ورجعت لك. علي الحياة شو كبيرة. ولاي اسمعي كلها اسمعي في بالي. إذا عندك ربع جيبي. ليش عندي حدا محرز؟ يا أختي شو اللي حدا محرز؟ وإحنا بدنا حدا محرز بدنا نلعب. طيب يلا ها يلا نبلع. لا بس جيب ناس عندهم مصنع. يا لازم كل حدا بده يجيب لي قصة. مين؟ اسمعي بالله جيب قبل وفاء حبيبته هاي. لا ما عندي يعني مسكرين اصلا البستان. يا اختي فاتحين. لا لا مش فاتحين. هاي هاي ماسا كيفكم؟ شو الاخبار؟ تمام شو اخبارك انت؟ تمام ماشي الحال. شوفي متى عندك رابع؟ دقيقة لشوف. انتو تمام مناح؟ اه تمام والله مناح. معلقة انا يعني؟ في شيء؟ لا تمام. حسيت سالي معلقة. لا مش معلقة تمام انا. يلا جيبوا الرابع وعلى الصدام ولا راكوا شيء. يلا. لا تمام خلص. يلا. هاي. هاي. ارحبي امورة. بيست شباب كل واحد يكبس كبستان يزيح يديه الربع. تكبيس سالي لميتي كفافيز ولا ما لميتيش؟ يا اختي بحكي لك ما طلعتش ولا جوله. ليه ما طلعتيش ولا جوله؟ ما لقيتش حدا. جايز تكبيسكم. وين ابتهاج؟ والله ابتهاج. اختي انا معلقه عند الناس عندك؟
جايز انا معلقه لانه انا عندي احمر. عندك احمر؟ لا انت مش معلقه عندي. مش معلقه جايز. تكبسكم تكبسكم تكبسكم. لا تكبس 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 تكبس. يعني معناش ولا كفاز بهاي الجولة؟ ها؟ معناش ولا كفاز بهاي الجولة؟ ما عندك قفاز؟ ما عنديش يا اختي. ما عندي تجيب قفاز. زتيت قبل شوي اخر قفاز كان معي. بس انا بعلق. صلي على النبي. ممكن ناخذها ممكن لا. على الاغلب لا. وعلى الفخذه قالت عاك لما جايز الدبل ممكن نتعرف. اسمها سهله راح تكرهني كده. ربع 750 نقطه نفتح الدبل شباب. 750 نقطه نفتح الدبل. رش الدولار وكلبين. قلب 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 شباب. رش الدولار وكلبين خالص. صراحه مش هخرب خالص. حماية وحية شباب. نفتح الدبل نتساعد انت وانت سالي. يعني ايزي الدبل. الدبل يا تعوض. والله نورت الكاميرا بنت سوريا. اي لاف يو فيري ماتش. اي شيء على الدبل عندك زتون. جايز على الدبل مع بعض. الدبل جايز. يا هاي الشيء اللي عن امك. انا ما عم على طول. انا بالمع لا بجوع ولا بشبع ولا غور ولا فرح. على الدبل مع بعض اوكي. المهم انا مش معلقة صح؟ نيتي خالصة. واو خواتني فضة بتساعدني اني انا ولو قبضة. واو الشاب فكرة بيننا وبيحبك كني صفرة. ناوي حيك حيك احمد والله. شباب الدبل 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 عندي انسان يا الدبل 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 ما يروح يا الربع. الدبل شباب اي ساعة الدبل يا الربع. برازيلي واسمر برقص سامبا. اي واو برقص سامبا. برازيلي واسمر برقص سامبا. اي واو الدبل يا جماعه. ملك طحماوي عمار الجميع ولكم حيكم حي. الدبل 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 الدبل. محمد ارحب. كفو كفو. يلا اسمعي معك قفاز للجحفل. يعني بحكي لك ما عندي ما عندي. من وين اجيب لك قفاز؟ من وين؟ جايز تكبيسكم. اي عبود مكيفين. تعرفوا كانوا مكيفين. سليم. ايوه. اسمعي اذا بتضربي واحد في واحد بعدين بتنقصي واحد نقص واحد شو بصير عندك؟ واحد صفر. ركزي معي. تضربي واحد في واحد بعدين بتنقصي واحد في واحد قد ايه بصير عندك؟ صفر. ركزي. صفر يا زفت. صفر. واحد في واحد. واحد واحد ناقص واحد صفر. لا واحد في واحد واحد كيف بتضبط معك؟ خلص سكت سكت والله سكت. جايز تكبسكم. لا نخسر لانه في جحفل. جحفل جحفل. شباب قفاز شباب قفاز شباب. يا الربع الجوله ما تروح. شباب الجوله ما تروح. هي راحت شكلها. اللي معاه وقت يزيد وقت. طيب شباب اللي معاه وقت يزيد وقت. حد يشوف السكور. شباب روحوا شوفوا السكور. روحوا شوفوا السكور. شباب روحوا شوفوا السكور. فضحت امي. ما رح يجحفلوا ترى. ها جايز حلو حلو. وقت كمان وقت. زيدوا وقت زيدوا وقت زيدوا وقت. اللي عنده وقت زيد وقت. اللي عنده وقت زيد وقت. يكونوا مجحفلين. سكور 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 يا الربع. شباب نشد على السكور يا الربع. والله سكورين ايزي يا الربع. والله سكورين ايزي. شباب سكور 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 سكور. يا سكور. كفو والله كفو. ما قصرت يا روحي كفو. صرنا بلانا. طب ليه كل هالوقت زتناه يا حماد؟ زتنك اسد يعني. بس مو برا 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 برا. يسعد دينك يا حماد. والله كفو. والله كني فايزة وزيادة. شكرا 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 شكرا. لا وين شو اللي وين؟ مالنا مصحصحين مع بعض. كنا قتلكم يا عيب الشوم. يلا بنشوفكم يا حلوين. ولا مع سميرة. باي باي. سلام. شكرا محمد. الله يسعدك يا رب. اجيب رابع؟ لا.
ترى انا معلقه. طب روحي انزلي ظبط النت بتاعي، كل شويه تقولي معلقه، اطلعي وانزلي. جننت معلقه صح؟ استنى شوف اذا لسه بطلع. هو لحاله بضل يطلع احمر بعدين بصير اخضر بعدين احمر بعدين بصير اخضر بعدين احمر. بس انا عندكم تمام. بس انا عندكم تمام. معلقة عندي، معلقة كتير. انا عندي بضل يطلع ضوء احمر بعدين بصير اخضر. عندك نفس الاشي؟ هلا فتحت انا والله، ما لي دقيقتين 10 دقايق لسه. هلا تمام صح؟ اول جولة. طيب يلا جيبوها لشغلنا. تمام فيش اشي يعني. خلص تمام. وين شريهان؟ هايها. هيك هيك شايفة؟ خلص شايفتك يا زلمة. لو ضلت نطمن. مين هذه؟ تعال نشوف هذه. يلا يلا ثمانية. الله يحفظ النت. مين عندك رابع زياد؟ ثمانية شو؟ أنا عندي أنا عندي أنا عندي. هاي والله كيفك بدر؟ شو أخبارك؟ والله تمام الحمد لله. كيفك الجميع؟ كمان عنك؟ و؟ تكتولي من عشرة؟ والله كثير والله. مبروك الفوز يا عمري بدر. الله يبارك فيك حبيب قلبي. فزتوا علينا بعض. جبت كبيس 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 كبيس. شو بنحكي كبير هذا؟ كبيس. قلبا وقالبا مع المنتخب الأردني إن شاء الله. بدر خلص كبيسكم. بدر كل التوفيق. أيوه. إيه على الصدام وأنت خسران أول حكم. وأنت علي إيه؟ خلص دي شي حكمك والله ما راح تنحكي. إذا سالك احكموش خلص، سالك احكموش لبدر إلا بقى احكيات بدر. لا أنا محترم والله. إيش مني والله محترم. كيف تكبيس؟ نور يا مافيا. نعم مافيا هون ابلع بدر وعلى الصدام ولا نراك شيء. كيف تكبيس 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 على الصدام لا نراك شيئا. يلا جايز الدبابة تريبل. تريبل على السريع 22 مرة. ايزي ايزي سهل ايزي سهل. جاك زمور الخطر قولي يا الله. لا بدون زمور الخطر حبيبتي. طلع شو رح يعملوا هلا. جايز ورد عندي وورد عند شريهان. ورد عندي ورد 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 أسرع يا ورد 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 يا تحيرين الورود. شباب ورد الله اللي بيته ما برمي ورد. ربنا ايش ايش يعمل فيه ولا ايش بس برمي ورد. جايز ورد شباب ورد. زحكي سالي زحكي هدول بس. خلاص خلاص كمل هاي هو ازحك هاي الاشكال. ها جاهزة تبالي اخلطي. بابا من ريما بعد ما خلص هذا القس لازم ارسك. جاز تريبل جاز تريبل 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 تريبل. يلا ها Oh,
يا مام في ارحب 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 حي مام في حي والله كفو والله كفو والله خيال ارحب يا مام في ارحب 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 حيك يا مام في حيك سعد قلبك يا مام في بلعتوا انتوا بلعتوا بدر حيك والحكم حيك يا مافي والله كيف مافي والله قد عمرك اول شيء انت كم حكمك ما شاء الله كلها طول كلها الشعر زمن 21 اذا ما انت شو خليت اللي عمره 25 و26 و27 و28 شو خليت لامهم يا زلمه وصلت عندي 29 الناس ناس كلهم اختيار لا بس على الحقيقه صغير شو الحقيقة؟ شو فركت يعني شاشي زمان؟ شو بتفكر والله كديت والله الحقيقة صغير وانا يوش والله ما قصرت يا ابو جور هاي سالي قديش تحط انا 180 طولك 180 يعني طويل بس قصدي الحقيقة مش صغير يعني مبين اصغر قصدك بحجمك انك نحيف وهيك جايز البلاك والله ما فكرت كديت طولك كديت طولك متر 80 قديش وزنك؟ لا اكيد ضعيف يعني انتوا الشباب عادي يعني والله شكرا يا دير انا بقول تو بس تريك اسمه نصيب انت الجزء الثالث ايه اسمه نصيب ما في والله شكرا جولتين جولتين شو جولي لعبي تخفيش ما في والله شكرا خلص شكرا الله يسعدك انا لا انا عملت البرنامج يا بدر شكرا يا ما في عن جد يعني ما في داعي تغلب حالك انا فايزه فيك والله يسعد قلبك نورت الدنيا والله سند سند والله سند انا بعرفش البرنامج كيف نظامه عشان هادي بتيجي بتعرف بحالك اذا ما فت عليك شو اسمه بتنتقل للمرحله اللي بعدها بتنتقل المرحله اللي بعدها بسالوك ثلاث اسئله اذا جاوبت عليهم صح وعجبت البنات اللي عندنا فانت بتاخذ الضي الاخضر بتنتقل للمرحله الثالثه بعد المرحله الثالثه بدك تختم مع بعض شريهان قصصها ما بتخلص ما بتخلص ما بتخلص يا رب ما بتخلص لا يستكبيسكم الدبل مافيا يا حبيبي حي مافيا حي سعدين سعدين يا مافيا حيك 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 يا مافيا يسعدينك والله حي مافيا حي حي والله خيال حي ما في حي والله يسعد قلبك والله يسعد قلبك والله نورك برنامج وسخ يا اخوان برنامج فاسد هذا بيخرب اخلاق الاولاد الصغار يا شيخ اخوان برنامج وسخ خلص فكوك منه عادي اذا ما برنامج اسمه نصيب برنامج نفسه لا هو فاسد برنامج فاسد والله شكرا ما فاسد ولا مش فاسد احنا مش عاملين اشي فساد اصلا انا بقول لك عامل البرنامج دعاي قاعده دعاي شو يا زلمه هو اصلا ترند اذا ما انا بدي اطلع اعمل له دعاي طيب
لا تساعدي في الاثنين. لا تفلسفوا زياده عادي يعني بتمزح البنت مش لهالدرجه الشغله عادي مزح زودته. لا هني شوي هني اسمعي هني شو مشكلتين يعني هني برا بس مش اصلا كثير ترند يعني مش هي اللي بتروج له ولا هي اللي بتعمل له سبونسر اساسا هو ترند يعني ثاني ما حكيت لك انا ما بعرف البرنامج بس فهم كتبوا لي تردش قلت لها انا ما شيء ما بهمنا يعني فاهم اكيد شيء مش منيح يعني بس احنا بنتخوت قاعدين مش انه والله قاعدين بنروج له لا طبعا بتخوت عني بكره الله قول لي شكرا مافيا اللي بعني براحتك قادر متى المباراه الجاي واللي باني براحته مش بتاع مصلحته مع مين مع العراق واللي باني براحته مع كوريا مش بتاع مصلحته احنا مشينا 15 10 مع البيت طاهر طول عمره طاهر مين ما قال كله احنا مشينا بساد البيت طاهر طول عمره دائما اللي احنا البيت طاهر طول عمره طاهر بيطلع اقصد من ما شاء الله عليه والله اخر مباراه بدي من حياتي كلها دير بالكم مش جحفلة مع اني ما اتوقع بس دير بالكم يعني منيح تدير بالكم دير بالكم اشي حلو لو دير بالكم اشي حلو لو درت بالكم يعني والله كيف هاي الجولة اللي بعدها لازم نرسل ضروري لانه كثير بعد اللي عندي هيك مبين يعني تمام فرح نرسل بعد هاي الجولة يعني شوي تكبيسكم لا 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 ارحب يا مافيا وصوتك يا مافيا وصوتك يا مافيا حي مافيا والله كفو كم حي لا ترين العالم بعد صاحي احمي باي 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 بدر عمرو باي جميعا احنا ما اخذناش ولا قفاز ليه ما اخذناش ولا شيء خلاص بنحكمش احنا تعال اول حكم انا ما خلصنيش ريهام تحكمك انا وزياد فيش بيننا احكام ريهام ما ترحمي حبيبتي لانه دائما بحكمني انا هسه بدر اول حكم ما ترحمي بس اذكرك انت حلفتي ما راح احكمك بس كمل لا هاي قبل بعدين غيرت رايي هذيك قبل على فكره لا ايش اسمه هذيك الجوله انا من جولتين تشطب الجوله الاولى نحكم بالثاني بس طالع انا قست اهدي طب انت يلا اول جوله اول حكم بدر انت شو بتنفذ احكام باي مش باي غير هيك شغلات بسيطه هاي رساله مش شو بنفذ احكام لا ما بنفذ هيك لا بنفذ اكثر والله لا والله بنفذ يلا احكي مثلا شوف احكي له مثلا يجيب خمس اشياء دائما بحكم هذا الحكم طيب هذا الحكم بعطيني حكم اجيب خمس اشياء طيب يلا الحكم انا ما خفني انا محضر خير هون انا ما بعمل ايش انا محضر خير ما بسوي شيء او مثلا بحكي له اجيب البس طلعي معنا بالقسط هذا حكم بالله طيب يلا حكم الخمس اغراض تمام الثاني الحكم الثاني ايش كمان بحكمك خلص اللي بدك اياه انا ما بعرفش ولا شو خلص حكمي يحط في الانترو عنده انه شريهان مرت من هنا لا لا مجنن حط سالي مرت من هنا يلا لا حط شريهان انا حر انت تطمن انا بتاخذ الطارق حط سالي مرت من هنا يا علينا الحكم الثالث بدي احط سالي شريهان مر من هنا خلص حط اشرب 2 لتر مي 2 لتر كثير خلص الثاني يلا حط عشان نشوف يلا يلا هاي ساري وشريهان حكموني يعني في واحدة عندي اسمها سناء بس تيجي انت اكيد رح تحضرها رح ترجع عندك هي يا وحشني رد علي سناء رح تقول لك غني عراقي يلا باي يلا باي باي هاي شريهان قال شكلي راح ارستر لانه هيك معلق حاسه عندي يعني بس اطلع جيست بضل يعطي احمر واخضر فانا نرفزت فهمتوا علي فلما نرفز شو بسوي برستر مش هعمل حاجه حرستر كلها ثواني ورجعه يعني فاهمين اوكي خليكم في عندي حال تاني بدل ما ارستر
يعني بني بتمنى 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 انه هلا ما يعلق بتمنى. عيني مش بيت شوفكم. عامل مجال كله. تعال نشوف ما بدنا نطلع. عامل مجال كله. رح احط جلوس. شوية جلوس ما بتأثر على حياتنا. ما بتأثر. ما بتأثر شيء. كتير حلوة. طيب. يا عمي وين أستاذ ينال؟ الواحد مش عارف يلقطه جولة. يوم هواك عني غاب صارت الدنيا سواد. يا هلاك يا عذاب قلبي لو طال البعد. يوم هواك عني غاب صارت الدنيا سواد. يا هلاك يا عذاب قلبي لو طا. هاي تعالوا احكوا كلكم لينال سالي. احكوا له كله كلكم احكوا له سالي 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 سالي. هيو لحاله بسرعة 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 بسرعة. احكوا له سالي احكوا له سالي احكوا له سالي احكوا له سالي. احكوا لينال سالي. مرحبا، كيفك؟ شو الأخبار؟ والله بخير الحمد لله. شو ناشرين؟ ها؟ شو؟ هي جولة بس هذا حلو اللون. نشر بحكي لك، أنا حطيته عشان ما يجي هوا على التلفون. مش قصد أنا يعني نشر مش بوست، لا إنه نشر غسيل، إنه زينا إحنا هيك بننشر. إحنا بقول لك كيف. أيوة. كيفك؟ شو أخبارك؟ كيفك؟ شو الأخبار؟ والله بخير الحمد لله رب العالمين. يعني نحمد الله ونشكره. إيش في كمان بتنفتح مع حد؟ أنت أصلاً زمان يعني صار لك يومين ما طلعت معه قسم. شو أخبارك؟ جايز بعد ما عد لثلاث كل واحد فيكم بيكبس كبستين على وجهه، أوكي؟ واحد اثنين ثلاث. الان كبستين على وجهي من كل حد. طب ليه يعني للغيمه؟ طب ليه 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 ليه؟ احنا حطينا غيمه؟ والله مو منا، هذا عميه من عندكم اجى عنا. ما خصني ما خصني ما خصني، انا ما بقرا كومنتات. جايز واحد اثنين ثلاث يلا. كبستين على وجهي من كل حد. احنا من كبس يا عمري. ايوه هيك كيف بتكبسكم؟ ابوس تكبيسكم يا عمري. انا التكبيس مفوز علينا مستحيل، او شيء سابع مستحيل. يعني انه شو اللي مستحيل؟ انت انك تفوز علينا تكبيس بشكل عام. اسمع صوت صرصورة. صرصور؟ اه سامع. هو قاعد عندنا بالدار. يقول لك وينك؟ لا تقول له صوته قريب. جايز الدب تريبل 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 مع الصدام. كنا حاط عليه الاحرام، شيله عنه خليه يتنفس شوي، نحسه مش صوته الطبيعي. عادي مش مشكله، خليه ينخنق. بركي ما كتحنا منه. جايز ورد 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 ورد. يعني انت ما عندك مستوى، انت اصلا متى فزت علي؟ هسا متى متى متى؟ هسا يلا فرجينا عرض كتافك. طيب قديش عرض كتافك؟
لا نحكيش عن هذا. اوه شكرا السلطاوي شكرا. وي 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 قاعد تلفل مع بعض. نقدر مع بعض نقدر. علينا بحياتنا والله. شايفين شو عملوا؟ شايفين جايز؟ قفاز ما عندنا قفاز جايز والله التريبل سهلة وحياة الله التريبل سهلة والله التريبل سهلة. انت بحكي متابعيني يعني بس بشجعهم قاعد يعني اذا سمحت يعني. كملي اغانيك كملي اغانيك جايست كبيس كم يعمل كملي اغانيك احنا فايزين هسه عن جد بلا يلا ان شاء الله تلعبوا جحفله انتوا يعني تلعبوا جحفله احنا هيك لعبنا واحنا هيك لعبنا حرين وانت حرين ايوه اوكي اصدقائي يعني احنا فايزين هسه اذا بيجحفلوا فدير بالكم اذا سمحتوا يعني قفاز قفاز اربع ونات باربع ونات يا انا باخذ وناتي هي بتاخذ وناتي بس فش ما تقنعني جايز لا نخسر لأن الفرق كتير بطاطا فاهمين؟ أي يعني شو مفروض نخاف من جحبلته فاهمين انتو؟ اخوان راح يجحفل لا نخسر دير بالكم الفرق جايز السكور قريب يا اخوان زيدوش ممكن تخرب بيتكم يا اخوان جايز دير بالكم جايز شكرا 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 اخوان جايز جحفل لا نخسر لا تخسر اخوان عمر 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 يسعد حيك عمر يا عفو عمر ليش ما اخذنا قفازين ليش هيك حزنه وش هون احس والله كفو يا اخوان ميرا شكرا 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 من القلب يعني شكرا لكم شكرا عمر هاي ايش هاي بتنحسبش عليها حكم لانه سكور كثير قريب ما بهي بحياة الله شو يعني من متى الحكي هاد من اختراع ولا كيف يلا يلا ماشي ان شاء الله الحكم الاول عملوا التيك توك ابديت ترى ما تعرفيش ابديت من راسك هاد ها لا ايوه الحكم الاول بس فيش جولتين انا بعرف جولتين انه جحفله هاي بدك تلعب جولتين عادي بنعطيك فرصه ما عندنا مشكله انا بعطيك فرصه احنا يعني بدك فرصه اني انا الفايزه احنا اختبرنا ايه انت فاهم الموضوع غلط طب نعطيك فرصه انا راح اخلص لك بسكم خمس ونات تعونك بعديها هيك بكون انا ايش ايه ظبطت امورك بس كان كل حدا بفكر في الموضوع اذا كبست منيح يا اخوان قلت كبستان على وجهي من كل حد كبستان بمزح بمزح جايز كبستان يريح على وجهي كبيس يا اخوان اذا يعني كبسه على وجهها بس عندي فاهمين عادي تفضل ياسين اسال شايروا الداعمين شايروا بشكل عام شايروا للجميع سالي من وين انت؟ لان الكل بيقول لي من وين؟ من تركيا انا احسن ناس بتعرف الاتراك كويسين برات نعرف ما شاء الله عنهم اتراك كثير مناح جايز تكبس كمي عندي مثلتي بالحفره؟ اه لمحتك يعني أكثر من مرة بالضبط أنا بقول لكم شايفة أكثر من مرة ولا لمحها يعني أصدقائي
التكبيس ما يجيبوناش تكبيس، هاي أول نقطة لازم نستوعبها. ثاني نقطة ما نخسرش إذا سمحتوا. ثالث نقطة ما فيش نقطة. ايش الردوة هذا؟ مش عاملها بنوت، لا هي ساكتة. رجع بالي أحكي. تكبيسكم جايز. اسمعوا هنستغل الدبل شتائكم. أصدقائي في مجال يعني ما يجيبوناش تكبيس، لأن تكبيسنا دائما إحنا نمبر 1 إذا سمحتوا. تكبيس انسوا إنه يجيبوا. مجال يا جماعة تتقدموا عنا تكبيس عشان ما يضل شايف حاله هيك، بدون ما أحكي لكم، بدون ما أحكي لكم، أنتوا لحالكم تقدموا عنا تكبيس. خليه هيك يعني إيش؟ يبطل شفت حال شوي، تقدموا عنا يروح، تقدموا عنا فرجوا تكبيس. يا عمري هيك تقدموا عنا الله يسعدكم. تكبيس طيب كيف؟ والله شكرا شكرا الله يسعدكم. والله شكرا شكرا جاي شكرا. لكن ما بدي احكي تكبيس احنا قوي، هسا اعطيناهم فرصة عادي، احنا بنعطي فرص لغيرنا ما في مشكلة. تكبيسكم شكرا يا عمري على تكبيسكم، والله كفو لا نخسرها. تكبيس وين التكبيس تبعكم؟ هم عادي بيبعثوا لها شو اسمه مرود مش مرود بنزيد صح؟ ايش بعثوا لي ورود؟ ما بعثوا لي شيء. احنا بنحط يا ترى ايش خايف مني؟ ايش في؟ احنا بنحط المبررات اللي بدنا اياها. احنا حرين، انتوا فايزين. اكيد طبعا ما بتتحملوا الخسارة. لما هاي تودينا بداية الله يخليكم. احكام اوكي؟ اكيد طبعا. طبعا 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 احكام يا اخوان الدوله ما نخسرها عشان ما يعني شفتوا احكام ايش سالي تكبيسكم تكبيسكم ايش اللي ايش ايش اللي ايش انت يعني قاعدين بنسمع صوتك شو بتحكي شو ما بتحكي ايوه مزبوط ليش تكبيسكم يا عمري والله شكرا شكرا يا علي الله يسعدك اصدقائي شو رايكم انه احنا نفوز الجوله هاي يعني احنا ما بصير نبطل عندنا مستوى غير لما يا ترى تكيسنا عمره ما نزل فجاه نزل فجاه انا عجبك الوضع هيك عجبكم والله ماني فاهم وهايب عنكم قاعدين بنورجيهم انه احنا نمبر 1 تكييس اقل من فيها وهي نبهت رح يجفل عنده حدا رح يجفل معلق صح؟ جايز رح يجفل جايز رح يجفل رح يجفل رح يجفل رح يجفل أحلام شكرا رح يجفل أصدقائي آخر 30 ثانية آخر 30 ثانية إحنا هون ما نخسر 30 ثانية 14 15 12 راحوا أوكي أوكي والله العظيم جايز جحفل 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 حمد يا حمد يسعدينك والله ملك الصفر ملك الصفر انسان والله شكرا مرحبا يا حمد شكرا يسعدينك يا حمد كيف والله كيف 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 شكرا حمد ابن العز احمد كفو اصدقائنا المكبسين الحكم الاول سريع كيف يعني سريع مش يعني فاهمه عشان انا اعرف شو اطبق شو ما اطبقش طب يلا الحكم الأول الحكم الأول الحكم الأول إيش؟ إيش بدك؟ أحكامك الحكم الأول أحكامك على فكرة بفكر ماشي حر أنا بفكر قد ما بدي لا تفكيرك لا يتجاوز الخمس ثواني ممنوع لا بثانية بدي أفكر ما طيارة أنا عشان هيك
جوجل انا يرى الحكم الاول بجيب كاسة واقفها على راسك هذا الحكم انت عارفه الحكم الثاني الحكم الثاني الحكم الثاني شو ايوه خمس طلبات ثالث الحكم الثالث بتروح بتفتح جوله بالثلاجه الثلاجه عندنا بالصالون يعني احنا ما عندناش مطبخ ما بزبطش طب بتفتح جوله من الخزانه افتح جوله من الخزانه افتح جوله من الخزانه او في عندك حكم رابع بتجيب صحن بتاكل هوا لعند الدبل راح تاكل هوا العبي جوله وين جايك لا بس تجي لانه كلهم بدهم وقت بشغل الجوله لا عادي انا اوكي يلا راح تلعبي خليكي اوكي هيني مش خايفة هيني رح العب اكيد مش خايفة منك يعني اكيد اخر واحد رح اخاف وبعيدة عن كل اي اشي انا قاعد بجيب صحن امي رحت بتقولي نان بقولها نعم بتقولي جيب معلقة ليه؟ ما هو طبعا ولا كيف بدك تاكل هوا بدون معلقة؟ ليش يعني دقيقة امي ليش؟ والله حبيبتي يا خالتي بتقولي جيب معلقة ليش؟ مستمتع وانا باكل هوا يا اما مش فاهم اوكي تفضلي معي فوتي جوله صدق لا عندي الدبل اوكي يلا يلا امسك الصحن هلا يلا امسك الصحن ضلك كل هوا كل هوا كل هوا كل هوا يلا واحد باكل هيني اسمع زناخه بدهاش وحياه امي بلغي الجوله بعيد يلا ورا بعض ورا بعض يلا والله شوفوا يا اخوان شوفوا شوفوا اصدقاء كمل يلا كمل يلا يلا كل هوا الله يخرب بيتي يما خالته بقلب خالته بعدين كيف بده ياكل هوا في الشوكه المفروض ياكلها في المعلقه هيك الهوا بوقع متفقه مع امي انت كمل كمل